مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من اخبار اون تايم. زي ما حضراتكم متعودين معانا في اخبار اون تايم بيكون لينا جوله من خلال اخبارنا المحليه واخبارنا الخاصه، طبعا بتكون مهمه جدا، كمان جوله في كره القدم العالميه والالعاب الاخرى. كل ده بيكون تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وعاداتها وتقاليدها، ولكن حاجه واحده بس اللي بتجمعنا، الرياضه. زي كل يوم بدايه حلقتنا مع ابرز واهم العناوين. كولر يطلب بتمديد عقد معلول. مدير كرة بالزمالك يفرض عقوبة مالية على حمدي علاء. اتحاد الكرة يطلب إقامة مباريات الدوري بحضور جماهيري كامل. وعالمياً، هالاند عنا الهاتريك أمام فولهام، أنا متحمس دائما لتسجيل الأهداف. من أهم وأبرز العناوين بدايتنا دائما مع أخبارنا المحلية. الأهلي مش مجرد اسم أو شعار، الزمالكاوي وأفضله الأطباء نصور، اسم المحلة مش أي نادي. الزمالكاوي بتشجع الاتحاد، المصري كان كبير وده مش كتير، نفضل معاه لعبوا هنا بهدف الأول للإسماعيلي، ولكن راية لا هدف. خطيرة 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 خطيرة، هدف أول، هدف أول، هدف أول، جول 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 جول، الكرة ثابتة من روما. بدايتنا المحلية النهاردة من عند النادي الأهلي، ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين النهاردة قبل انطلاق التدريبات في معسكر الإعداد في النمسا، خاصة وإن مارسيل كولر منح اللاعبين راحة سلبية أمس ويعودوا لاستئناف التدريبات من جديد والانتظام في كل البرنامج التدريبي. ويتطلع بقى الجهاز الفني للنادي الأهلي لتحقيق أكبر استفادة من معسكر النمسا لتجهيز اللعيبة على الصعيد المحلي والأفريقي في الموسم الجديد، خاصة إن الفريق عنده ارتباطات كبيرة جدا الموسم الجديد، وأولها ارتباط يوم 15 سبتمبر، مش مجرد لقاء، لا ده لقاء ببطولة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، لا يكون طبعا على بطولة السوبر الأفريقي. لسه مكملين مع النادي الأهلي، وطلب مارسيل كولر من إدارة النادي الأهلي ضرورة تمديد عقد الظهير التونسي علي معلول لموسم إضافي ليستمر حتى 2025، حيث من المقرر أن ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، ولكن يعني كولر شايف أن الاحتفاظ باللاعب ضمن صفوف الفريق حاجة مهمة جدا. بالتأكيد علي معلول واحد من أهم أعمدة النادي الأهلي الأساسية خلال السنوات السابقة، عنصر أساسي في مركزه وليه لمسة خاصة، وكولر شايف أن فترة تواجد اللاعب هتكون مهمة جدا في الأيام القادمة والسنة القادمة للحفاظ على القوام الأساسي للنادي الأهلي. طبعا كل جماهير النادي الاهلي بتفكر مين هيكون خط نص النادي الاهلي في لقاء السوبر الافريقي. في بعض الاصابات، اكرم في لسه ما رجعش للتدريبات الجماعيه، والسوليه في اصابه، امام لسه مش جاهز بنسبه 100%، ولكن ارتفعت اسهم عمرو السوليه لاعب خط وسط نادي الاهلي للمشاركه في مباراه فريقه امام اتحاد العاصمه الجزائري المقبله المنتظره يوم 15 سبتمبر الجالي بكاس السوبر الافريقي، ويخوض السوليه حاليا مرحله التاهيل الاخيره على هامش معسكر النادي الاهلي في النمسا، في ظل تاكيدات من الجهاز الطبي للفريق بامكانيه لحاق اللاعب بالمباراه المقبله وجاهزيته بشكل رسمي. وكان كولر قرر اصطحاب اللاعب خلال معسكر النمسا علشان ينفذ برنامجه التاهيلي مع الفريق للتعافي من الاصابه في تمزق العضله الخلفيه اللي تعرض ليها وابعدته عن المشاركه في المباريات الاخيره من الموسم الماضي. نتمنى ليه التوفيق، سوليه لاعب مهم وخبرات كبيره مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر ايضا.
من اخبار النادي الاهلي نروح للقلعه البيضاء ونادي الزمالك، ونبدا اخبار نادي الزمالك من عند حمدي علاء. اتكلمنا مع بعض امبارح وقلنا ان حمدي علاء كان شايف ان هو مش من الاعمده الرئيسيه في خط نص نادي الزمالك، وبعد ما اتكلم مع اوسوريو اوسوريو قال له ان هو مش هيكون في اول ثلاث خيارات بالنسبه له، فاللاعب كان ممكن يخرج للاعاره. ده بالكلام بين حمدي علاء وبين اوسوريو، ولكن حتى الان والاعاره اللي كان طالعها مع سموحه ما اكتملتش للنهايه، فاللاعب عائد من الاعاره ومفروض يكون ملتزم بالتدريبات مع نادي الزمالك. فجهاز الكره طبعا داخل نادي الزمالك برئاسه كابتن عبد الواحد السيد مدير الكره شايف اللي هو لازم يطبق اللائحه على اللاعب. كل نادي بيحاول يعني يعمل حاله من الانتظام في بدايه الموسم، وزي ما سمعنا امبارح كمان واتكلمت معاكم ان اوسوريو قال اي لعيب في القياسات او الاوزان وزنه يكون زياده يكون في غرامه على كل كيلو. فكابتن عبد الواحد السيد شايف ان هو عايز ينفذ لائحة وتغريم حمدي علاء ماليا بسبب الانقطاع عن التدريبات امس واول امس، وعلى الرغم من حضور اللاعب تدريبات النهارده الا ان كابتن عبد الواحد السيد تمسك بتطبيق اللائحة على اللاعب، وابدى حمدي علاء غضبه بعد رفض عرض سموحه وعدم السماح ليه بالرحيل عن الزمالك، خاصه ان اوسوريو زي ما قلت لحضراتكم وابلغ ان هو مش فأول ثلاث خيارات بالنسبة له، إن هناك في دونجا ورؤى وعمر السيسي وهم ليهم الأولوية في الفترة الحالية. وأوسوريو شرح وجهة نظره للاعب وقال إن هو اللعيبة دي شاركت معاه في اللقاءات اللي فاتت، عرفوا أسلوب لعبه وعرفوا طريقة الخطة بتاعته، فخلاص بدأ يعتمد عليهم بشكل كبير. ولكن زي ما حضراتكم عارفين نادي الزمالك لسه ما حلش أزمة القيد، فيكون من الصعب إنه يضحي بعدد كبير من اللاعبين. لسه مكملين مع نادي الزمالك ونروح لخبر تاني، حيث شارك التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعيه للفريق اللي اقيمت صباح اليوم الاحد على ملعب عبد اللطيف ابو رجيله بمقر نادي الزمالك، استعدادا لمواجهه ارتا سولر الجيبوتي في بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه. ادى الجزيري الحصه التاهيليه والبدنيه بجانب الفقره الخططيه وتقسيمه فنيه بشكل كامل خلال التدريب الصباحي. خضع طبعا المهاجم امس للقياسات الطبيه والبدنيه في وتسابق تحت اشراف الجهاز الطبي عقب وصوله الى القاهره يوم الجمعه الماضي قادما من تونس بعد انتهاء الراحه اللي حصل عليها ولم يشارك في تدريبات امس. نادي الزمالك هيدخل معسكر مغلق يوم الاثنين في مصر الجديده في اطار استعداد الزمالك للموسم الجديد، حسب ما تم الاتفاق مع الجهاز الفني للفريق بقياده الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو. حدد الجهاز الفني للزمالك يوم 11 سبتمبر الجاري لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولر بطل جيبوتي في ذهاب دور ال 32 لكاس الكونفدراليه الافريقيه. في سياق داخل نادي الزمالك ولكن سياق مختلف، بات محمود علاء مدافع نادي الزمالك العائد من الإعارة من نادي الاتحاد السكندري الأقرب لقيادة دفاع نادي الزمالك مع طبعا زميله حسام عبد المجيد في الموسم الجديد. زي ما حضراتكم عارفين إن الونش لسه ما رجعش للتدريبات، لسه بيعمل التأهيل أو مرحلة التأهيل الأخيرة وهيعود ممكن خلال الشهر القادم، ولكن كل التوفيق لخط دفاع نادي الزمالك. محمود علاء خبرة كبيرة جدا وإضافة بكل تأكيد لنادي الزمالك. نروح لخبر تاني، ونشرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد البناني اليوم الأحد إعلان رسميا بإحدى الصحف للكشف عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي غدا الاثنين. وفقا لإعلان منشور تقرر إقامة الجمعية العمومية العادية الجمعة 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي وفقا لأحكام القانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي. من جانبه أكد الدكتور عماد البناني مدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي إن الهدف للجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، هو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية، وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل كافة العقبات في الفترة المقبلة والعبور للزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسؤولية إلى الإدارة الجديدة. من أخبار نادي الزمالك نروح لأخبار اتحاد الكرة برئاسة أستاذ جمال علام. اتفق على مخطط الجهات المسؤولة لتوفير حضور جماهيري كامل
في مباريات الدوري الموسم الكروي الجديد. اتحاد الكرة بالتنسيق مع رابطة الأندية شايفين أهمية كبيرة جدا وأهمية حضور الجماهير بكثافة في مباريات الدوري، شايفين الأعداد قدامنا وشايفين الجماهير قدامنا وإن شاء الله يعودوا في الموسم الجديد، وشايفين ده هيساهم في إعلاء قيمة ومكانة البطولة، ويترتب على كل ده رفع القيمة التسويقية. اتحاد الكرة بيتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للحصول على موافقة الجهات المسؤولة وحضور الجماهير في مباريات الدوري الموسم الجديد. نتمنى نرجع نشوف جماهيرنا موجودة مالية الاستاد، ده مش بس هيزود التسويق، ده هيزود الحماس في الملعب وهيزود الصراع على الكرة داخل البساط، وهنشوف حماس مختلف وهنشوف إثارة كبيرة جدا. دايما الجماهير بتدي حافز كبير للعيبة، لو اللعيب بيلعب ومعاه 1000 مشجع غير ما بيلعب ومعاه 50 60 40 ألف. عايزين نرجع تاني نشوف جماهيرنا موجودة، وحشنا التشجيع، وحشنا الشكل الجمالي، ولكن برضو زي ما نقول وحشنا نقول لجماهيرنا الفترة اللي فاتت لما شفنا سلوك جيد من الجماهير العدد كان يزيد من مرة للتانية للتالتة. فأتمنى لما الجماهير إن شاء الله تعود بغزارة وترجع لعددها الطبيعي نرجع كلنا نهتف لفرقتنا، نشجع فرقتنا، محدش يتطرق لأي فريق تاني، كل واحد يروح يعمل الغرض اللي هو نازل من بيته علشان يشجع فريقه، وإن شاء الله نشوف الجماهير مرة تانية وترجع بقى الصخب الجماهيري لملاعبنا المصرية والمتعة الجماهيرية تعود من جديد للإيجيبشن ليج. نفى مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر ما تردد بشأن إلغاء المباراة الودية للفراعنة أمام تونس المحدد لها يوم 12 سبتمبر الجاري، مؤكدا على أن اللقاء الودي في موعده المحدد منذ فترة. أضاف المصدر الاتحاد التونسي لم يخطر اتحاد الكرة المصري بمطالب جديدة ولا أي مشكلة تأثر على الاتفاق المسبق. المباراة الودية أمام نسور قرطاج يوم 12 من الشهر الجاري في القاهرة. تابع المصدر البرتغالي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يدرك أهمية مواجهة تونس وديا ويجهز بتركيز شديد جدا لهذه المباراة من أجل الاطمئنان على مستوى جميع اللاعبين. طبعا منتخب تونس من منتخبات الصفوة في قارة أفريقيا اللي تحتك به وديا، أكيد هيكون مهم تقدر تعرف أنت وصلت المستوى قد إيه فنيا وبدنيا لمستويات القارة الأفريقية. دلوقتي خلونا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل أخبار أون تايم، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي خلونا نكمل أخبارنا وأخبار الأندية الأخرى، ونبدأ من عند نادي الإسماعيلي من عند تونسي حمدي النقاز لاعب الفريق، واللي عمل جلسة كده مع مسؤولي نادي الإسماعيلي لتوقيع أقرار الموافقة على خصم 50% من مستحقاته لدى النادي لدعمه في الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الأخيرة. وافق كل النجوم نادي الإسماعيلي على التنازل عن نصف مستحقاته المتأخرة لمساندة نادي الإسماعيلي عشان يقدر يعدي المحنة دي. بصراحة دي حركة محترمة جدا من نجوم نادي الإسماعيلي على رأسهم باسم مرسي وأحمد عادل عبد المنعم وعماد حمدي وعمر الوحش، وانتهت أزمة تأشيرة حمدي النقاز واللي تسببت في غيابه عن الفترة اللي فاتت الطويلة دي وفترة الإعداد للموسم الجديد قبل أن ينجح مسؤول نادي الإسماعيلي في إنهاء الأزمة وعاد اللاعب إلى القاهرة وهيعود بقى يوم السبت. وأعلن شادي موسى وكيل أعمال حمدي النقاز تراجعه عن فسخ تعاقده مع الإسماعيلي وموافقته على خصم 50% من مستحقاته لدى نادي الإسماعيلي. نكمل أخبارنا ونروح لخبر تاني، ومسؤول نادي الاتحاد السكندري عندهم مفاوضات كده لضم محمود شبانة مدافع الزمالك بعد تعثر انتقاله إلى سموحة بسبب عدم التوصل إلى صيغة اتفاق نهائية بشأن المقابل المادي. ورحب كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري بضم محمود شبانة، شايف ان اللاعب عنده قدرات وامكانيات فنيه عاليه جدا، عنده ثقه كبيره بامكانيات اللاعب في خط الدفاع في الموسم الجديد، وطلب مسؤول الاتحاد حصول على خدمات اللاعب على سبيل الاعاره، ولكن شرط وضع بند البيع بناء على طلب من كابتن طارق العشري المدير الفني للفريق لحل ازمات الدفاع لدى الفريق. انديه كتير بتجهز للموسم الجديد من ضمنهم نادي انبي اللي بيجهز بشكل قوي جدا للموسم القادم. معانا على التليفون دلوقتي كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي. اهلا بحضرتك ومساء الخير عليكم، نورنا دايما.
مساء الخير عليك يا حبيبي استاذ محمد المحترم، ربنا يبارك فيك. يعني دايما عارفين انكم شغالين بشكل قوي وعارفين ان احنا بناخدك دايما من التدريبات، ولكن اعذرنا. لا يا حبيبي تحت امرك والله تحت امرك. في البدايه قبل الكلام في تفاصيل او مشاكل، عايزين نطمن على اخر استعدادات NBA للموسم القادم. احنا كلها انت بتكلمني والله، احنا في معسكر في برج العرب اهو. صحيح. استعداد بقى بمباريات وديه عندنا النهارده، هنلعب نادي طلائع الجيش، وان شاء الله بكره عندنا سموحه، ويوم الاربعاء عندنا الاتحاد، ويوم الخميس هننهي بقى بفاركو. دي اخر الماتشات الوديه اللي هنلعبها قبل ما نرجع للقاهره يوم 8 ان شاء الله. ان شاء الله تكون لقاءات مثمره وتقدروا تكسبوا منها المكاسب الفنيه اللي محتاجينها. وفي ثلاث مواضيع شائكة جدا لازم نسأل حضرتك فيهم. أول حاجة رحيل أحمد أمين أوفا، وتاني حاجة زياد بوغطاس وأزمة القيد، وطبعا موضوع أحمد عيد. تحب تبدأ بأنهي؟ أي حاجة أنت تحب تبدأ بأنهي؟ بص مديك أوبشن. أحمد أوفا أعتقد إن إحنا رئيس النادي وأنا كنا طلعنا في كذا مداخلة قبل كده إن إحنا الموسم ده مش هنفرط في أي نجم فريق، يعني صحيح، يعني إحنا متمسكين بال لعبتنا، لان احنا عايزين نعمل السنه دي سنه ان شاء الله تبقى سنه مميزه للانبي. اتخيل ان احنا النهايه اللي احنا نهيناها الموسم اللي فات مع كابتن تامر مصطفى، فعندنا شديده ان احنا نرجع شويه انبي اللي الناس كلها كانت عارفاه ان هو تملي في الفرق اللي هي في المقدمه تملي يعني. طب ده رد على اوفا. تاني حاجه على موضوع زياد بغطاس وازمه القيد، احنا عارفين لطريقها للحل يعني. طيب هو احنا برضو موضوع القيد ده يعني منه، هو كان زياد من حوالي سنتين كان في انبي او سنتين ونص، فالموضوع كان قديم شويه، بس القدر بقى ان هو جه دلوقتي احنا الايقاف القيد. بس اعتقد ان الاستاذ ايمن الشربيني حبيب بتاعه، واعتقد الموضوع طريقه للحل. بس هو في الحقيقه برضو يعني عشان ابقى صريح، لا اي مشكله خالص يعني. يعني احنا فرقتنا زي ما بقول لحضرتك احنا محتفظين بيها كامله، زائد ان احنا عندنا الحمد لله رب العالمين قطاع ناشئين مش بيدخلنا احنا بس، ده بيدخل كل انديه مصر يعني. فهو الموضوع بالنسبه لنا مش حلو كشكل، بس انما فنيا او تاثير فني ما اعتقدش ان هو هيسبب لنا اي تاثير ان شاء الله. ان شاء الله، ودايما كده بتحاولوا تكونوا افضل كل موسم، وده يحصل الموسم القادم بكل تاكيد. في دايما كل فتره لازم السؤال عن ازمه احمد عيد. ازمه احمد عيد وصلت لايه؟ هل في رد طلع بعد الكلام اللي كان موجود، او بعد الجلسه جلسه الاستماع اللي حصلت طلع نتيجتها، ولا لسه ما فيش اي نتيجه ظهرت حتى الان؟ دلوقتي ما فيش اي نتيجه للاسف يعني. التحقيق ده كان المفروض يعني. وبعدين المفاجاه اصلا ان كمان اللاعب هو كان فري اصلا، مش مقيد في نادي الزمالك، كان يعتبر اخر موسم ليه، وبعدين راح النادي المصري، فشويه حاجات كده في الاخر. بس في النهايه ما لسه ما جبناش احنا كان بي اي حاجه على موضوع احمد عيد يعني في الحقيقه خالص يعني. واحنا بالنسبه لنا زي ما قلت قبل شويه ان احنا برضو يعني انا مش راغب فيه، لان هو طالما مش عايزني انا كمان مش عايزه. بس لو حضرتك كنت معانا في مداخله من اسبوعين تقريبا وقلت لنا انا اي لعيب مهما كانت اهميته مش عايز يكون معايا، انا كمان مش عايزه. طب مش عايزه، ودي حقيقه يعني. بس هي كانت القصه ان احنا عشان نثبت ان احنا العقد والبند اللي موجود في العقد حقيقي، ما ينفعش ان اللاعب يقول لي انا ما اعرفش عنه حاجه فيبان ان نادي انبي نادي شكله مش حلو. فالحمد لله ده اللي وضحناه في اتحاد الكوره، والناس شافوا العقد والدنيا تمام بالنسبه للانبي يعني. وكان المفروض يعني ان احمد يمضي كان زمانه بقى في انبي، انما هي القصه ان هو كان مش عايز بقى خلاص، الموضوع خلص، بس كان بيتلاعب شويه بالناديين في الحقيقه يعني. يعني انا مش عايز اتكلم في امور قديمه طالما حضرتك مش حابب تتكلم فيها، ولكن حضرتك قلت مش هتدعمه بصفقات جديده، مش هتخلوا حد يمشي من القوام الاساسي، ولكن في طبعا كابتن محمد صديق المدرب العام لنادي انبي جات له عروض كتير، هل ده ممكن يحصل ويرحل السنه دي، ولا مستنيه موافقه كابتن تامر؟ لا اعتقد برضو ان احنا نفس الجهاز الفني متواجد معانا الموسم ده ان شاء الله، الى ان يتم اي تغيير اخر. بس في النهايه ما فيش يعني ولا جهاز ولا لعيبه في حد عنده عرض رسمي او اتكلم بشكل رسمي ان هو ممكن يمشي السنه دي يعني، ولا حتى انبي بيسعى لضم اي لاعب. لا
يعني الكلام اللي على زياد طارق دي كلها حاجات مغلوطه. بص، هو القصه كمان اللي بيبقى الوغله والتوقيت ده بالذات، وخاصه اخر كام يوم دول يطلع فيه كلام كتير بقى، ممكن ممكن لا، بس في الحاجات دي الموضوع بيبقى فيها كلام من كل جانب وما تعرفش الحقيقه فيه، انما لغايه دلوقتي مش اي حاجه رسمية. دايما حضرتك بتشيد بقطاع ناشئين انبي، مش حضرتك بس، ده كل الناس عارفين قد ايه قطاع ناشئين انبي قطاع واعد وفيه امكانيات كبيره جدا. انا دايما بحب نذكر اسماء اللعيبه الواعده، لو حضرتك تذكر اسم اي حد من الناس المنوره او ممكن تكون موجوده، دي حاجه انا بحبها جدا. والله انا عايز اقول لحضرتك ان احنا اول ماتش ودي لعبناه في القاهره كان الكابتن تامر مصطفى، بوجه له التحيه من خلالك. يعني لعبنا قصاد الجونه بحوالي 12 لاعب ناشئ مواليد 2005 و2006 ظهروا بشكل رائع، يعني مش عايز انت حد، يعني محمد عماد، محمد ابو العمايم، النواوي، حامد، يعني كام لعيب كده، زائد بقى اللعيبه اللي هم بنعتبرهم دلوقتي كبار عندنا في الانبي، هم 2003 اللي هو خالد احمد وخالد عبد العال وادهب يعني ومحمد عماد، في لعيبه كثيره جدا. انما السنه دي ان شاء الله جمهور المصري هيشاهدهم وشاهدهم بشكل كويس، متالقين اللي هم اوريدي موجودين معانا في الفرقه دلوقتي، يعني السنه اللي فاتت محمد النحاس واحمد جمال وفتحي السيد ويوسف لبيب. اعتقد المجموعه دي الموسم ده هيظهروا بشكل رائع جدا ان شاء الله. يعني اهو ابقى بس سجل كده الاسامي، انا دونتهم قدامي الاسماء، محمد النحاس واحمد جمال وفتحي السيد ويوسف لبيب، انا سجلتهم قدامي عشان انا هتابعهم الموسم ده على ضمانه حضرتك. ان شاء الله ان شاء الله. يعني كابتن محمد نجوم كثيره ان شاء الله. انا مش عايز اعطل حضرتك عن التدريب في برج العرب، كل التوفيق ليكم ولكل الانديه المصريه، وان شاء الله تمتعونا السنه دي ويكون موسم كروي جيد كالعاده. متشكرين يا حبيبي، شكرا شكرا. طبعا كان معانا كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي للتوضيح والرد على امور كثيره جدا داخل نادي انبي. يعني قال موضوع اوفا، قال يعني مش هيرحل، مفيش رحيل اي لاعب احمد امين اوفا، قال مكمل مع نادي انبي، وقال بعض الاسماء اللي اتعرضت او اللي هتيجي نادي انبي، نادي انبي محافظ على لعبته، عنده قطاع ناشئين قوي جدا زي ما قال لنا واتكلم معانا محمد جمال، وقال بعض الاسماء القويه جدا فتحي السيد، قال الاسماء دي هتظهر بشكل قوي جدا، كل التوفيق لنادي انبي في المعسكر واكيد لكل الانديه المصريه. دلوقتي خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل اخبار اون تايم. اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي يجي ميعادنا مع فقرتنا العالميه. العالم كله مستني يعرف رأي صلاح ورد صلاح ورد ليفربول ويورجن كلوب ايه على العرض اللي متقدم من الدوري السعودي تحديدا من نادي الاتحاد. قبل كده كان العرض 100 مليون جنيه استرليني، بقى 150، بقى 200 مليون جنيه استرليني امبارح، وده اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم امبارح. ولكن كنا بنقول ان كل الصحف الانجليزيه والاوروبيه بتقول ان يورجن كلوب متمسك بعدم رحيل محمد صلاح، وعايز اللاعب يفضل موجود معاه ويكمل عقده للنهايه، والعكس الصحف العربيه والسعوديه بتقول ان خلاص الامور فاضل فيها اجراءات ورتوش بسيطه. لحد ما نبدا معاكم كان الوضع زي ما هو، ما فيش فيه اي جديد ولسه ما حصلش اي رد من دقائق بسيطه جدا، وانا معاكم على الهواء صحيفه ميرور الانجليزيه قالت ان يورجن كلوب وافق على رحيل محمد صلاح الى الدوري السعودي. اتكلمنا طبعا على مسؤوليه صحيفه ميرور، هل الكلام ده صحيح؟ هل الكلام ده لسه هيكون في تفكير؟ طبعا الكلام ده هيدي امور كبيره جدا وهيبدا في
فكر كتير. هل بقى النهارده هيكون اخر لقاء لصلاح مع ليفربول امام استون فيلا؟ هل صلاح هيكون رايه ايه؟ لسه الامور ما اتحسمتش حتى الان. دايما بقول في الصفقات الكبيره دي وفي العروض الكبيره حتى الان لحد اللحظه اللي بتكلم فيها معاكم مفيش خبر واضح صريح يقول ان صلاح مكمل او مش مكمل في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه. صحيح صلاح لاعب في ليفربول الانجليزي، عقده مكمل لسه لموسم كمان بعد الموسم ده، ولكن الماركاتو في الدوري السعودي هيقفل يوم الخميس القادم. هل هنفضل في مناوشات وفي اخبار كتير وفي حصريات لحد يوم الخميس، ولا ممكن يكون في رد قاطع قبل يوم الخميس؟ ده اللي احنا هنتابعه مع حضراتكم كل يوم ان شاء الله في اخبار اون تايم. في النهايه احنا نتمنى التوفيق للايجيبشن كينج للفرعون المصري محمد صلاح. كنا بنتكلم على الدوري الانجليزي، فتعالوا كمان نستعرض معاكم بقى اللقاءات الهامه النهارده، والبدايه هتكون مع الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي النهارده في كريستال بالاس وولفرهامبتون الساعه 4، ليفربول واستون فيلا الساعه 4، ارسنال مانشستر يونايتد الساعه 6:30. دي ابرز لقاءات الدوري الانجليزي. اما ابرز لقاءات الدوري الاسباني الساعه 7:30، اتلتيكو مدريد واشبيليه الساعه 10، اوساسونا وبرشلونه. وكان كل جماهير برشلونه مستنيه تعثر المرينجي، ولكن قدر يعمل ريمونتادا وفاز بقوه بلينجهام. ونروح بقى لابرز لقاءات الدوري الايطالي الساعه 7:30، انتر ميلان وفيرنتينا، والساعه 10 الا ربع ايموبلي ويوفنتوس. اما عن الدوري الالماني هو لقاء وحيد، انترخت فرانكفورت وكولن الساعه 6:30. نروح لماكينه الاهداف وبدايه اخبارنا العالميه من عند النرويجي ايرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي اللي كان سعيد جدا بتسجيله 3 اهداف هاتريك في شباك فريق فولهام امبارح في مباراه انتهت بفوز السيتي ب5 اهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجوله 4 من الدوري الانجليزي. قال هالاند: انا سعيد وعدت للتسجيل، لا مشكله بالنسبه لي، انا جائع دائما، انه موسم جديد وانا مستعد. وكمل كلامه وقال: لقد بدأنا متأخرين بعض الشيء وكنا غير متقنين بعض الشيء، لأننا لعبنا حتى اللقاء الأخير في الموسم الماضي، ولكن لسه القادم أفضل وسوف نتحسن فقط من هنا من اللقاءات دي. مع غياب جوارديولا وعن غياب جوارديولا قال: أعتقد أن احنا افتقدناه كتير وهو كمان افتقدنا، لذلك نتمنى عودته من جديد سريعا. وعن رأيه بقى في هدف ناثان إيكي الثاني رد قال: أعتقد أنه كان تسلل أيضا وأشعر بالسوء تجاههم، كنت يعني سأستشيط غضبا لو كنت مكانهم. كلام صريح جدا وجريء جدا من اللاعب، ما شفتهاش قبل كده أن يكون لعيب بيقول على جون لفرقته. أعتقد أنه كان تسلل، حاجة محترمة جدا ورد قوي جدا من هالاند. خلونا نكمل كلامنا. والنجم بقى الكوري أو الكوري الجنوبي سون هيونج مين عن فريقه توتنهام اللي قدر يسجل أهداف مهمة جدا ويساعد فوز فريقه على بيرنلي بخماسية في لقاء اللي جمعهم في الجولة 4 من الدوري الإنجليزي. سجل سون قائد توتنهام 3 أهداف وهاتريك جديد في الدوري الإنجليزي في المباراة اللي تخطى أرقام كتيرة جدا لنجوم الدوري الإنجليزي السابقين. وصل سون للهاتريك رقم 4 في مسيرته في الدوري الإنجليزي، متخطيا كل من كريستيانو رونالدو وديديه دروجبا ولامبرد وأنيلكا وإيمانويل إيديبايور وروبيكين وجاريس بيل. كمان وصل للهدف رقم 106 في الدوري الإنجليزي، متخطيا أيضا رونالدو صاحب 103 هدف وديديه دروجبا صاحب 104 هدف. لسه هنتكلم معاكم عن الانتقالات ومرة دي مع راموس. كشفت تقارير فرنسية عن قيام نادي رايو فالكانو الأسباني بمحاولة فاشلة لضم المدافع المخضرم سيرجيو راموس قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية اللي أغلقت أبوابها يوم الجمعة. ووفقا لشبكة فوت ميركاتو الفرنسية، فإن نادي رايو فالكانو حاول التعاقد مع راموس قبل نهاية الميركاتو ولكن فشل في الاتفاق مع اللاعب المخضرم صاحب 37 عام. وهنا اقدر اقول لكم ان كمان في انباء انجليزيه وفرنسيه وايضا سعوديه بتقول ان راموس يقترب بشده الى الدوري السعودي وتحديدا الاتحاد، وفي بعض الاخبار والتقارير بتقول ان هو بكره هيعمل الكشف الطبي. بعد ما خلصنا اخبارنا العالميه اسمحوا لي نطلع لفاصل سريع، من بعدها نكمل اخبار اون تايم. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم من جديد، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره وان شوت. فقره وان شوت دايما بنحاول نسلط الضوء على حدث ايجابي مهم او لاعب عامل بطوله مهمه جدا. والمره دي حابين نقول مبروك للبطلة المصرية سمر حمزة لاعبة منتخب مصر للمصارعة بعد تصدرها للتصنيف العالمي للعبة طبعا المصارعة لوزن تحت 73 كيلو، متقدمة على لاعبات الإكوادور وإستونيا صاحبات المركزين الثاني والثالث. تصدرت سمر حمزة للتصنيف العالمي، ده جه بالتزامن مع قرب انطلاق بطولة العالم اللي هتقام في صربيا بعد أيام، بالتحديد من 16 إلى 24 سبتمبر الجاري، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. سمر هي اللاعبة الوحيدة من منتخب مصر المصارعة النسائية اللي هتشارك في البطولة. بالتوفيق لسمر، وإن شاء الله يكون تصدرها في التصنيف دافع قوي ليها قبل المشاركة في المونديال، وتتألق كالعادة وتفضل كده تحطم أرقام قياسية تاريخية. وبكده تكون خلصت أخبارنا، نشوفكم إن شاء الله الساعة 6 وأخبار جديدة في أخبار أون تايم. سلام. We'll be right back.